مباراة الحقيقة رائعة، شوط رائع من جانب بيراميدز الشوط الأول، والزمالك يعود من جديد الشوط الثاني ويتألق نجوم النهاردة. اللقاء بالجملة مباراة حلوة قوي. قوي، لكن البدايات دايما في نادي الزمالك هي سر المشاكل، وكارتيرون ما تعلمش من أخطاء كارتيرون. كارتيرون قدام النادي الأهلي عمل نفس السيناريو، استسلام. وان انت تلعب مدافع في بدايه المباراه ده بيركب اللي قدامك نواحي نفسيه، وبيركب اللي قدامك رغبه الفوز، وبيحس ان انت خايف منه، فانت بتدي كل الدوافع للي قدامك نقدر يكسبك. والنهارده كارتيرون لم يتعلم من الخطا اللي عمله في النادي الاهلي. الشوط الثاني طبعا قد تكون التغييره السحريه، لم حتى احنا ما تخيلناش ان شيكابالا عنده القدره السحريه ان هو يغير الشخصيه بشكل متكامل. صح. عمل فارق غير عادي. الشوط الاول أرينا برافو مدرب بيراميدز هو اللي مسيطر على المباراة، هو اللي عارف يتعامل مع نقاط الضعف في لاعبي نادي الزمالك، هو اللي ضاغط على مناطق صناعة اللعب، هو اللي خرج فرجاني ساسي ومخرج أوباما ومخرج كل الفرقة بره اللعب، تملك المباراة. ليه؟ لأن شخصية نادي الزمالك، وجودها في نص ملعب نادي الزمالك بشكل مستمر، اللعيبة كلها ورا الكورة، كلها مش شخصية الفرق الكبيرة، ده مش شخصية نادي الزمالك انه يبتدي بيه مباراة. لكن التحولات الشوط التاني بعد كالعادة لما الفرق بتتقدم عليه فيرجع تاني كارتيروني يغير من شخصيته. طب ما تبتدي بيها يا اخي، عايز حضرتك تقول انت تتمنى انه تشوفه في رأي فعل مش ما تبتدي بيها، بعيدا عن طبعا الكلمة بتاعتك صح، ما تبتدي كده. دي شخصية النادي الزمالك، الكبار الزمالك والأهلي دي شخصيتهم، وبيراميدز ما هم من الكبار، بس انت كان لازم تخوفهم تقنعهم انهم مش هم. لكن التحول بقى الشوط التاني بالتغييره بالحماس، لا ده حتى كمان عنده تغييره، خرج فتوح في عز تالق فتوح رغم خرجه، يعني الولد لما انسجم واستعاد شخصيته خرجه، لما نزل الجزيري سند شويه الشخصيه، لكن يظل كان المفتاح التاني الذهبي بقى كان بن شرقي، هو اللي عامل له الفارق، هو الوحيد اللي عارف يستلم في تلت بيراميدز، هو وشيكابالا لما نزل، فهنا عمل ضغوط على فرقه بيراميدز بشكل غير يعني بشكل قوي جدا. لكن بصراحه لعيبه نادي الزمالك عملوا شوط رائع، ويظل انا بشكر قوي شيكابالا على الكوره اللي قدمها الشوط الثاني، وبشكر قوي عبد الله السعيد الكوره اللي قدمها طوال المباراه. الاثنين دول بصراحه يستحقوا الشكر ان بيقدموا كوره بطعم مختلف. النتيجه قد تبدو عادله في ظل مأساة ضياع الفرص، زيزو الفرصه اللي ضيعها تقف عندها وتستغرب، الفرصه بتاعت برضو محمود علاء وبن شرقي تستغرب الكره في القائم وفي الاوت. الحظ كمان كان عنيد على الزمالك، وده يخلي الزملكاويه يفرحوا حتى بالتعادل في يوم الحظ كان مديهم ظهرهم. الزملكاويه يفرحوا النهارده؟ مش إيه؟ مش لا انا مش قصدي يفرحوا، يتقبلوا النتيجه، نتيجه ان الحظ ما كانش معاهم، لان اهداف بالجمله ضاعت منهم الشوط الثاني.